لو الهدف ده قدامك كابتن عصام وعايزك تتخيله كده، ممكن تقول ايه على الهدف المارادوني من عمرو السوليه، اسيست اكثر من رائع ومحمد شريف بمهاره عاليه، لو قدامك الهدف ده ممكن تقول عليه وانت كمعلق، حتى كشعورك كمعلق. اي هو شوف كابتن، الحقيقه معناها انت فنان على الملعب وهداف وعشت الجيل الذهبي والالقاب التاريخيه للاهلي، فتعرفك الاحساس نتاع الهداف، فانا ايضا كاحساس معلق الان وانا رايق ما نتصورش كيف نعبر على الهدف. ممكن في المباشر اكيد باش تنفع، احنا نقولوا في تونس تتخمر يعني تمشي مع الصوره واللقطه، ولكن هدف يدرس. انا نتصور مارادونا يستنسخ في عمرو السوليه، السوليه بطريقه البيبي ديورو وشريف يكمل جماليه اللقطه وجماليه التابلو هكذا على الطاير يعني، من وحي اللحظه من سؤال فجئي للكابتن اسامه. ولو على الطاير احنا اكيد برضو استمتعنا بيها.